السلام عليكم، حياكم الله يا ملزلزين يا مكلبزين في الحلقة الثانية من انشارتد 3. خلونا الآن نكمل مع هذا الولد الصغير المسمى دريك، حرامي صغير. خلونا نكمل. طيب الحين على حد علمي نروح يم المتحف. يلا بسم الله. يلا حول انزل. ها يلا غشيم ليش تنزل؟ مفروض ما تنزل. ايش ترمان كذا؟ طيب حمامة وخري حمامتهم عاقلة ما تروح إلا لين تقرب منها. حنا حمامتنا من بعد كيلو وين تروح؟ طيب اطلع يا القرد على السطح. يا ساتر. وين هو كان يطالع في الدريشة؟ وين الدريشة اللي هناك؟ تشوفونها؟ شلون نطلع الحين؟ دقيقة كذا ينفع؟ شيك اطلع. ايه انت تعرف للمناقز، انت حياتك كلها مناقز. دقيقة ملزلزين بعضهم حرقوا علي، الله يهديهم يصلحهم ان شاء الله يخليهم لأهلهم. حرقوا علي زين ولا لا؟ وبعضهم التزم الصمت وقال خلى الولد يستمتع شكرا. فبعضهم قال لي اذا تبي بلاتينيوم جمع قال لي. ايوه بغى يطيح الخبر. بعضهم التزم الصمت وقال عبد الله جمع هذه عليها بلاتينيوم. والله انا ما 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 احب اجمع يعني صراحه. اوكي وين الخاتم اللي تبي تسرقه؟ قبل أن أسرق الخاتم خلوني أدوج. هذا اللي عليها بلاتينيوم. طيب خلوني أتفرج وعاين في المتحف. أنا خلاص كذا باخذ إن شاء الله ناخذ منها. جاي خاتم. أيوة الذي مصنوع من الفضة. هذا عجبني صراحة اللبس هذا. في بعد خواتم ثانية تذكرون يوم جيت من هنا؟ يلا خلاص يلا خاتمنا. دن 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 مفتاح زرفنا حقنا المفتاح. أص مفتاح خاتم صغير حقنا مقنا. هذا السالفة الحين. أخ. واو. Damn it, kid. ها. Why, Victor, look who it is. طحوا علينا. The filthy little stray that made off with your wallet. العجوز. الله الله الله. رحت فيها صادون. You haven't got a chance. Just hand it over. أح. بياخذونه. ليه؟ Now. The ring. الخاتم تبيه. What ring? أي خاتم. ذكي. وعبيط. أح. Who do you think you are, boy? حرام عليك. Nothing but a filthy, cursed little beggar. You're not fit to touch these objects. What the hell do you think you're doing? He's just a kid. Stop him. Go. He's a happy him. قعد. Stop the boy. اقعد. انطارد. ايوه. ايه ولد. ايش تسوي؟ ايش في تمسك بالدرج الورع ذا؟ ايش ذا بالذا؟ لا تتمسك بالدرج. انطلق. يقولون مع الخاتم. الله. انزل. اح. صدوني. ها؟ سطح؟ واه. لا. خسي.
خلص يمسكني. شيت على السطوح، على السطوح. لا لا Who the hell are these guys? ايش دراني انا بس اني احط رجلنا. لا لا ايوه اطمر اطمر شاطر شاطر بعد من هنا اطلع نين فوق فوق السطح الله بيطرقون علي حرام عليكم اطلع اطلع لا لا فوق 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 جا 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 اطمر وين 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 انزل انزل ها يخرب بيته ساعدني كفو كفو يا شويب والله انك فزع من زمان لا قهر وين وين صديق فوق فوق كفو يا شايب والله انك كفو لا 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 يخرب بيتك تمسك اوف وصلوا وصلوا we've got it قل والله excuse me coming through معليش معليش الطيب يا ساتر يا ساتر يا ساتر وبعدين وين نروح وين 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 شفتوا الشايب ايش يسوي وراي وراي وضرب رصاص بعد شدني رحت فيها شدني رحت فيها لا ايوه اقعد راح وين وين صادق من وين المسدس وبس You all right? What are you shaking for? أيوة الزاحف. تبي تذبح الولد الصغير حرام عليك. Just close your eyes. يقول سكر عيونك. يا حرام عليك. أح! ذبحني. اقعد. والله إنه ما بسيط هالرجال هذا. نشمي. أيوة. Come on. هالولد يرتجف. والله ما لومك. You okay, kid? أنت طيب يقول ما عليك الألعاب. واضح إن ذيبان. ما واضح إلا أكيد. شو السالفة؟ Relax, kid. We're safe here. أنت في أمان. شكرا. Go on. اجلس. Suit yourself. You don't want it. يلا. بعد بيغديني مدري بيعشيني بيعشيني. What do you want from me? شتبي. A little gratitude would be nice. I did just save your ass back there. Thanks. But what's in it for you? I mean, you're a crook, right? You gotta have an angle. You are one piece of work, kid. What's your story, anyway? Look, mister. No offense, but I don't even know you. Easily remedied. Victor Solomon. This should be the part where you introduce yourself. Okay. Suppose you tell me what's so special about that ring. It belongs in my family. I'm just taking it back. Passed down from Francis Drake himself. That's right. I don't know how to break this to you, kid, but Drake didn't have any heirs. No children. Well, not with his wife back in England, anyway. Okay, good point. Let me see it.
Come on, kid. If I was going to take it from you, I would have done it by now. Thank you. So, what is this? Parvus Mem... Sic Parvus Magna. It means greatness from small beginnings. That was his motto. Yeah? You see, Queen Elizabeth gave it to him in 1581, when he got back to England after circumnavigating the globe. That's when she made him a knight. Well, you sure as hell didn't learn that on the streets. Eh? How's a kid your age know Latin? The nuns sort of insisted on it. That's a nice word for it. Okay, then. So what was all that business with the ring and that astrolabe thing back there? Why don't you tell me? You're the one working for him. Look, kid. A client wants something, I obtain it. For a price. I don't ask any questions. It's just a job. Look pretty friendly to me. Yeah, well. Anyway. اعترف. I'm pretty sure I'm fired. مطرود يقول أنا. Okay, look. First of all, that was no astrolabe. It's some sort of decoding device. جهاز شفرات. On his way around the world, Drake sailed through the East Indies. Only he says that it took him 6 months to get from here to here. خذ ست شهور. So it doesn't add up. He was way too good a sailor for that. It would have taken him a month, tops. He was hiding something. كان يخفي شيء. Something big. How شيء big? كبير. Like secret mission from the Queen, big. Oh. Like millions in plundered treasure that hasn't ever been recovered. That big. That big. كنوز فيها السالفة. Decoder has something to do with it. I would bet my life on it. Oh, swell. And Marlowe's got it. Marlowe اللي هي العجوز. Good without the key. ما تقدر تستخدم إلا في الجهاز. For now. مع الخاتم قصدي. So you still haven't told me what your name is. And you still haven't told me what you want from me. وش تبي مني؟ Okay. Look. You got talent, but you got a lot to learn. You stick with me and I'll teach you a few things. يقول خليك معي انا اعلمك كل شيء. Thanks. مشكور. But I'm doing just fine on my own. يقول انا قدرتني بنفسي. Clearly. What do you say we try this again? My friends call me Sully. Sully. Nathan Drake. Nathan Drake. Nate. Sully. Drake, huh? Okay. I see great things in our future, kid. Great things. شيء باهر. يقول أنا أشوف شيء باهر لنا. شكله منوين على شيء. واو. أيوه. They're gone. All right, lads? Oh, God. أحلف. I thought you were going to put a silencer on that thing. Sorry. كل هذا تمثيل. You got no sense of drama. Right. أخوي أنا مسوي نفسه ميت. Oh, that racket's going to bring the cops any minute. Let's get the hell out of here. خرب بيتهم. والله إنهم داهية. A couple of those punches, Charlie. What do you mean? I hardly touched you. You headbutted me. All right. I got a little swept up in the moment. He could have been the one who said that he was Better stay on his good side. All right, Broadeyes, look sharp. They're coming your way. Don't lose them. Don't lose them. What's the matter? Told you they'd take the bait. How long do you reckon before they realize this is a fake? Who cares? Finally flushed them out. Now just fall back to their hole. He said that, الخاتم اللي خدته العجوز مارلو خدت خاتم مزيف. Let's get moving. يخرب بيتهم. Hurry it up, Nate. Shit. What? The filth. This way. يلا مشينا. دورياتي ولد. What? Come on. Really? وش فيه هذا؟ امش. يا صاحبي. Come on, Charlie. What's the hold up? Yeah. All right. اخلص. It'll all be over soon. That's it. Oh, that wasn't too bad. يا الخواف. What the hell is wrong with you? Nothing, I'm fine. واضح.
وراك ترتجف قبل شوي. طيب. Wait, we can get around this way. ليش مقفل؟ دقيقة. توقع مينا. أيوة. Or we could just use a little muscle. يخرب بيتك ليش خلتني أطمر طيب؟ انزل انزل الخبل. غبي غبي. شو في ذا متحمس؟ جدار عالي يقول. بس معكم قرد لا تخافون. معكم قريد. اطلع اطلع. خالي. دقيقة. توقع ذي. خلاص. Put your back into it, mate. We haven't got all bloody night. Thanks for the help. Come on, move your lazy asses. مشينا مشينا عيال. All right. Looks like the coast is clear. You should be more careful with your heads, you know it. Evening, lads. All right, darling. Looks like hell spit you two back out. It was a thing of beauty, Chloe. I went off without a hitch. You're unusually quiet. What's up your bum? Oh, well, Charlie seemed to enjoy himself a little bit too much for my taste. There we go. My ears are still ringing. Oh, for God's sake. Helps if you have something in between. Oh, it looks like I missed out on some fun. Yeah, you did, actually. It was very, very cathartic. Yeah, it's funny. Do you have any trouble? Nah, easy peasy. And you're sure they didn't see you trailing them? Not a chance. So, which door's scary Poppins hiding behind? Behind that one there, the green one. They drove in ages ago and it's been dark ever since. راح ورا الباب الأخضر. Think they're still in there? Well, I haven't taken my eyes off it. And no one's gone in or out. راح ورا الباب الأخضر إلى الآن موجودين هناك على كلام. Is it really necessary? I mean, it's not like they're expecting. اللي هم منو؟ اللي هم عجوز النار. Don't these blokes, they're not messing about. Hey, we're just gonna sneak in and we sneak out, just like that. Yeah, fair enough. نتسلل. But any trouble, you shoot first and ask questions later, all right? Man, I was sorely tempted to just pick up that briefcase back there and walk. Yeah, you got a lousy poker face, man. Hey, trust me, that's nothing compared to الحين مشكلة ممكن تقبع يا ولد. Yeah, well, at my age, a bird in the hand, you know. Ew. Didn't I tell you? Oh, please. Look, I just hope you're right. الحين العجوز معها الخاتم المزيف. طيب إذا درت عن الخاتم. Seems pretty quiet. تدري إن خطة منا. Think they're still in there? هي تظن ان احنا ميتين خلاص. Just barge in the front door and find out. طيب هي قالت انها راحت. Can't afford to waste time standing here. شلون الحين؟ I'll find a way in, check it out. You three stay here. ادور لك مكان. طيب خلنا نشوف دقيقة نجرب من هنا. هذا قرد انا داري انك قرد. اطلع. وين سطوح؟ لا ما ظني تسطوح. الله 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 تجود تجود تمسك. يولا شو السالفة؟ Yeah, sorry about that. أيوة. يا سلام عليك. فوق. أيوة. وصلنا خير. أبشركم وصلنا خير. انزل خلاص. ما تسوي فيها. بعدين من هنا. حمام وخري انزل شوي او كذا ايوه يلا لا 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 يا غشيم لا لا فضحتنا الناس يسمعوننا داخل يلا اقعد وبعدين معك يا ولد فيها درايش دخل درايش Empty? فاضي. Where did it go? ما موجودين. وين راحوا؟ ننزل. مسرع مات. يا ولد شو السالفة؟ على بالي زي توم رايدر يا ولد ينزل من فوق ما يجي شيء. حساس طلع خوينا. من هنا. لا من هنا من هنا ايوه ولد صديق شلون الحين ها هي كذا ينزل خايف
خليك ذيبان وانزل يا ولد. شوف البنت توم رايدر تنزل من اعلى الاماكن وانت خواه. طيب شلون اطلع؟ يا دقيقة. يلا لقط الاشياء ذي الجميلة. يلا شلون تبي تنزل الحين؟ تموت. صدقني انت خبل. تموت انت خبل، انت خبل تموت. بعدين ماذا؟ امتي؟ اوكي في شوي تبي تكرر الكلام هذا؟ خلاص ضلينا ان المكان فاضي. دقيقة من هنا توقع من هنا يا شباب. بس هل اذا هذا هذاك يختفي؟ اخ ايه خلص خدت خلاص. لا صديق اطلع من هنا. طيب وبعدين ننزل شوي تحت. اوه عليك حركات يا حبيبي. من اول يا عمي. Where the hell did they go? ايش دراني؟ ايش دراني؟ ايوه وين اخوياك اللي برا تسحب عليهم يعني؟ خليك رجال عاقل وافتح لاخوياك بس دقيقة. يلا. Give me a hand with this. Yeah, yeah, yeah. Got it. Does anybody see a car? Because I don't see a car. I don't understand. Damn it. Maybe see a car. Are you sure this is the right one? Yes, the green door, I'm sure. تقول متأكد ان الباب ذا خلوه من عنده. That damn briefcase is looking better and better. شلون سيارة تدخل هنا وتختفي؟ Come on, they didn't just vanish into thin air, right? There's got to be an explanation. Just spread out, look around. يلا ندور. I can still smell the exhaust. شايب يقول الحين يشم ريحة اكزوز السيارة. تاير تراكس. خطوات السيارة هذه. ما تشوفون جرة السيارة شفت؟ سيارة. ها؟ وش ذا؟ وش ذا يا مدير؟ Hey, check this out. تعالوا يا عيال. حصلنا شيء هنا. Some kind of mechanism. Yeah, maybe. شو السالفة؟ Four tires, four points of contact. Sully, stand right there. You too, back there and there. أربع أماكن للسيارة، أربع كفرات. طيب. أقعد. On three. Ready? One, two, three. شو بيسوي ذا؟ لا والله. And? Well, this has got to be it. يقول نور. أجهرتك ها؟ إيش السالفة؟ وأنت بعد؟ دقيقة يبغون يعني نشوف. أتوقع إن في شيء يعني له دخل في الموضوع. أنا خايف يطيح علينا أحد الحين. ها؟ شو اللي صار؟ Wait, it's the light. Sully, aim your beam at the wall, like headlights. يقول مثل نور السيارة. اقعد اخس يا المكان السري. من هنا رحت ها؟ هين طيب يا العجوز. اخذت الخاتم المزيف ومن ورايح متوزي في المكان هذا. اصبري We'll track the car. You head back to the van. We'll try and stay in radio contact. I'll let you know when we get through to the other side, all right? Wherever the hell that is. Just be ready for anything. Might be a quick exit. اوكي صرفنا البنت قلنا لها روحي. She's the best driver in the business. احنا الثلاثة ورحنا تبع هم السيارة ذي بنشوفها الراس. ايوه يلا نروح نتبعها. Well, I think we agree this is more than a little weird. Who the hell drives their car underground? Oh, well, let me think. يقول من اللي يقود سيارته تحت الارض؟ هو صادق. Smart ass. It looks like they bored straight into the old service tunnels. حبيبي اخويانا لهم مكان سري. اخس مسدس. Balls, it's a dead end. Well, just have to find a way around. شويب وانا شويب ما يمديني اذبحه.
مثلث. It's locked. Not for long. تصوير. قعد. بدأ الحماس يا شباب. بدأت الأسلحة تشتغل. أيوة. Should be able to squeeze through here. يلا. Lead on, Macduff. مشينا. What? Lay on. It's lay on, Macduff. Can we hurry along, please, mate? All right, back there? Yeah. You know, just not keen on the old tight spaces. That's all. هذا شوي ما يحب الأماكن الضيقة ولا سلفته. Where the hell is Macduff? خايف. Is there no bottom? خواف. يلا. الله يستر. يلي. They're here. ها؟ شافونا؟ قل والله. طيب. Oh yeah, nice one, mate. مات. Thanks. حلو. واو شو تعال. يوه خذ. ولا ما يمديك تاخذ. This is over. ها؟ مسرع جو هنا. Keep the silencer, kid. اذبح الرجال. What are you doing? Keep the silencer. يا شنو هذا يعشق سلاحه. صديق. اي من اول. What are you doing? Keep the silencer. يلا مشينا. Keep the silencer, kid. يلا مشينا اطلع. واضح ان قربنا منهم. Tunnels right below us. At least we're still on the right path. يلا نشوف. يقول الطريق الصحيح. قاعد. وين هالعجوز؟ Oh. That is a long way down. اوف. ايش بتسوي طيب الحين؟ يمدي. اي والله يمدي. Careful, it's slippery. والله طيب شلون الحين يا ذكي؟ ايوه لا برافو عليك. تعالوا يا عيال. More. Get down. Till they're close enough. في احد. Take cover. أما خذ تغطية. ما خذ تغطية والله واقف هنا. What was that? You're done. هلا. ولد. أحلى شيء معي مسدس كاتم صوت. يعني ما له صوت. What are you doing? Keep the silence up. تعال. There's a passage up there. And a ladder. Yeah. Looks like it's jammed, though. Let me see if I can loosen it. يلا نطلع فوق. شفت المواصير هذه يعرف ان فيها مناقص. بخر الشايب ما نشوف منك. متى نجي العجوز انا الحين؟ صح عليك. متحمس ابي اشوف العجوز هذه ايش سالفتها. Looks like there's some sort of gate up there. I found people up above. Bad fog. How about you, Cutter? A little help here? Sure, I got you. شلون؟ يو في حاجة شفتوها؟ ما بي بلاتينيوم. خالي يطلع شلون الحين؟ لا والله بلا استهبال يا شباب مشوار كذا بس اهم شيء اني وصلت. ايوه alright ready pull يلا مع بعض خلص. اوه يلا غشيم بغي يطير. Charlie come on خلها تولي هذيك عبد الله خذ هذيك مهمة لا ما بيها. I
There's the tunnel again. ليش ليش الكاميرا من فوق؟ صبر في طريقين، في طريق من هنا وفي طريق من هنا، أي واحد؟ Down here. لا دقيقة، شكل هذا الطريق بس أنا بشوف وش هنا. Crap, it's a dead end. إي هذا الطريق مسدود، طيب خلاص أجل ما في إلا من هنا. أمش. Charlie, who the hell are we dealing with here? I don't know, mate, but whoever they are seriously weird. تخسي. آه، لندن تحت الأرض. طيب. Look at the ironwork. Well, it's got to be Victorian, maybe older. أقعد. All this stuff's been rusting for a century. ليكون فيها عدة وتطوير زي The Last of Us. لا أشوى. Maybe we can get through here. Oh, no way we're moving there. I don't think so. اشتعوا. ما قدرت. Wait. It's a counterweight up there. Looks like it's stuck. افا عالق. One of us should climb up there and see if they can dislodge it. Good idea. Guess who? طبعا انا. Crap. المهم يا ملزلزين وصلنا هنا الى نهاية الحلقة الثانية. طبعا بعضكم يقول لا كمل يا اخي حرام عليك. كل حلقة نعطيها وقتها خاص، يعني الحين 30 دقيقة خلاص كافية، كافية جدا. كل حلقة 30 دقيقة، بيكون نظام الحلقات يوم حلقة يوم لا، يوم حلقة يوم لا، فزي كذا عشان انا اخذ وقتي في التعديل. التسجيل بسرعة طبعا اسوي، لكن التعديل هو اللي ياخذ وقت، فاخذ وقتي في التعديل وانتم تتحمسون. يعني يعني يوم في حلقة يوم راحة، يوم في حلقة يوم راحة، وهكذا. وبالنسبة لسلسلة Resident Evil 4 في ناس كثير يبونها، قالوا عبد الله نبيها تختيم. هي تراها ما كانت تختيم للأمانة، أنا كنت أبيها أسوي لكم فيها مفاجأة. بس شنو هي خلوني أنزل الفيديو الأيام هذه وشوفوا إذا عجبكم، إذا عجبكم الفيديو نزلنا تختيم، ما عجبكم ننساها ونكمل ندعس في لعبتنا هذه، لأن احتمال ننزلهم مع بعض بس بتكون متعبة. بس انا بشوف الانسب في خصوص هذه السلسله، بشوف الانسب، احتمال اني اخليها بعد انشارتد. المهم لا تنسون ملزلزين، لا كليكو ففريتو، واكتبوا تعليقاتكم في الاسفل. كانوا وياكم ميلزلز من قناه ميلزلز. يلا خلونا الان ننهي هذه الحلقه بالعصا الخشبيه. شلون ننهيها بالعصا الخشبيه؟ تهبد ام الكاميرا يعني؟ لا لا مو كذا، دقيقه. يا اخي ما تحسون اني انا معذب نفسي؟ والله احس اني انا جالس اعذب نفسي في كل حلقه، كل حلقه اروح اجيب العصا وهذا. انا ما بيها شغال النور 24 ساعه لان هذه اهدار للطاقه، صح ولا لا؟ احنا ما نبي نهدر الطاقه ولا نبي نهدر اللايك، اللايك هذا اللي تحت في الفيديو لا نهدر هذا اللايك. السلام عليكم.